عندي في عندي عمارة N تساوي 30. هذه طبعاً floors above ground AR 13.5%. هلا هون احنا حاطين الكار كاباسيتي. هلا ما فيش مشكله اذا معطاه الكار كاباسيتي خلص انت ما بتطلعها. انا هون انت بس ناخذ مثال مختلف يعني طريقه مختلفه. ماخذين هاي 1250 كيلو فلوت. خليها هاي للاخر، خليها للاخر نستعملها اخر شيء. عندي دي اف بتساوي 4.5 مترز ايكوال فلور هايتس لكل ال 30. الريتد سبيد 1.6 متر بير سكند. هلا هون انا كمان مثبتها. ايش تتوقعوا الغلط في هاي ال 1.6؟ قديش الارتفاع عندي؟ تمام راح يطل طويل. انا المشكله عشان اقدر احل على هذا القانون مضطر اني اخليه هيك اجبره يضل 1.6 حتى نشوف الفكره. في الحياه الواقعيه راح نطلع 3 سبيدز. اوكي راح نطلع 3 سبيدز لهاي راح يطلع معي 3 بريفيرد سبيدز. بس انا هون راح اجبرها انها تكون واحد. الريتد 1 متر بير سكند سكوير وجي 1 متر بير سكند كيوب. تي بي بتساوي 1.2 سكند. هاي هي نفس تي بي ان وتي بي اوت. وزي ما كنا نعمل بالاول تي دي او بتساوي 2 سكند. تي دي سي بتساوي 3 سكند. هلا في هون ادفانس دور اوبننج خلينا نحطها. تي ادفانس اوبننج بتساوي 0.5 سكند. وتي ستارت ديلي بتساوي 1 سكند. اليو البيلدينج بوبوليشن 600 باسنجر او بيرسون. وعندي ايكوال فلور بوبوليشنز. اذا هلا هون بامكان هلا هون عندي السرعه ما راح اروح على الهرنت بلين هون مجبور على هاي السرعه مجبور اني استعمل هاي السرعه. فبنقدر نحسب الان الراوند تريب تايم. راح نبدا اول شيء ناخذ من هدول الارقام راح اطلع لامدا. عندي هاي 13.5 0.135 مضروب في البوبوليشن 600 على 300 فبيطلع عندي 600 على 300 ب 2 بتطلع 0.27 مش هيك؟ باسنجرز بير سكند. التارجت انترفال مش محطوط. انترفال تارجت اظن 30 سكند كمان 30 سكند. بصير عندي P initial بيساوي 0.27 في 30 وبتطلع 8.1%. دكتور ليش ما حسبنا البرسنتر والكاباسيتي؟ تمام هاي الاصح هاي الطريقه الاصح وبعدين بتشوف بعدين قديش بضل عندك هون. هذه الاصح دائما الطريقه احسن انك تبدا فيها. هلا بدك بعدين تقول هل هذا بكفي ولا ما بكفي. بامكانك كان تضرب هاي ب 80% وتكمل بس يمكن ما يطلعش معك اوبتيمال سولوشن. هذا بيطلع معك اوبتيمال سولوشن. شو معطيني وزن؟ نعم شو معطيني وزن بس معطيني اياها بسنجر قسم على 80 قسم على 75 او 80 هاي بتطلع بتساوي 16 بيرسون او اقسم بتطلع 16 ولا 17 ايش الرقم الاقرب؟ 17 هي بالضبط 1275. اذا بتقسم 1275 بيطلع معك 16 على 1200 مش هيك؟ 17 على 1275 بيطلع 16.6 يعني تمام يعني على 1275 بيطلع 17 تقريبا. هذول الرقمين تقريبا هي الكباسيتي. طب ممكن يكون ماخذ اكثر من 80% هو بده ممكن عشان هيك ما بنقدر ناخذ الباسنجر منها عادة. هلا في ناس بيبدا منها بضرب في 80% وبكمل بس ممكن ما يطلعش الحل الاوبتيمال تبعنا. لا قصدي ممكن هو يكون عامل حساب انه بده يعمل مثلا اكثر من 80 او اقل من 80%. هي راح يطلع الكار لودينج ممكن تطلع اقل تطلع نصها بس معبى. هلا بنحسبها بالاخر لما يطلع معي بي النهائيه راح اقسمها على سي سي واطلع الكار لودينج ممكن يطلع 50% او 55%. ما فيش مشكله عمالنا بنقول انه الكار راح تكون مرتاحه ومش ملانه مش معبيه كثير. طيب عندي هاي بي. هلا اذا هون عندي 8.1% طلع معي. راح نحسب الراوند تريب تايم. هلا راح اختصر خطوات بس عشان نقدر نوصل في النهايه. فراح يطلع معي تاو او ار تي تي عفوا.
هلا بدكم تتذكروا هون انه بالحساب في عندي هذا هذا راح ياثر على تي ستوب وهذا راح ياثر على تي ستوب. خلينا نحسب قيمه تي اس. هلا اول شيء بدنا نعمل تشيك، بدنا نعمل تشيك اف rated speed attained in one floor journey. قديش الفلور جيرني؟ 4.5 meters. فبقول اذا if rated speed attained in one floor journey هل df اكبر من او تساوي a square v زائد v square j على aj، وهي تساوي عندي 1.6 بتصير 1.6 زائد 1.6 تربيع على 1 بتطلع 4.16 متر، وهي تساوي 4.5. اذا ريتد سبيد اتيند ان 1 فلور جيرني، اذا بقدر استعمل المعادله اللي هي 2 اتش دي اف على في زائد اس زائد 1 مضروبه في تي اس زائد بي في تي بي ان تي بي اوت اللي هي بتصير 2 تي في تي بي، لانه عندي تي بي ان بيساوي تي بي اوت بيساوي تي بي. هلا هاي لما نحسبها من لهون تي اس بدنا ننتبه على تي اس، تي اس تساوي تي اف ماينس دي اف على في اللي هي ضريبه الاكسلريشن والديسلريشن زائد تي دي او زائد تي دي سي. لكن عندي كمان انا هون ادفانس اوبننج، ايش راح يعمل بالزمن؟ راح ينقصه ولا راح يزيده؟ ادفانس اوبننج يعني الباب بده يفتح بكير بيختصر مش هيك؟ فاذا بطرح منه تي ادفانس اوبننج. طب وستار ديلي ايش راح يعمل؟ راح ياخر. لما سكروا الابواب اللي كنتوا تحكوا هذيك المره سكر الباب ما تحرك هذا راح يزيد تي اس تي اس دي راح يزيد هاي القيمه منه. هدول عندي هلا تي اف ماينس دي اف على في لانه الريتد سبيد اتين بصفوا في على اي زائد اي على جي مزبوط؟ هاي بتصير في على اي زائد اي على جي. تي دي او معطاه تي دي سي معطاه هذه هون مش دي ادفانس اوبننج. فبتصير عندي في على اي 1 1.6 على 1 زائد 1 على 1 زائد 2 زائد 3 ناقص نص زائد 1 ناقص نص زائد 1. فبصير عندنا الرقم النهائي 1 قديش؟ 8.1 سكندز. هذه التي اس. اس بدنا نحسبها بناء على بي، هي بي وان 30. نحسب اس ناخذ القانون تبعها. فعندي اس بدها تساوي ان في 1 ماينس 1 ماينس 1 على ان للقوه بي انيشال بتساوي بتصير عندي 30 في 1 ناقص 1 1 ناقص 1 على 30 للقوه 8.12 وتساوي حتى احسب لنا اياها 7.2 ستوبس بير راوند تريب. و اتش بتساوي 30 ناقص سميشن من اي بتساوي 1 ل 29 اي على 30 للقوه 8.1. هلا لو اخذنا اول 27.18 قديش؟ 27.18 هي صار عندي اتش وعندي اس. ايش بنقدر نعمل الان؟ بنقدر نحسب الراوند تريب تايم مضبوط؟ فالراوند تريب تايم بتساوي 2 27.18 دي اف على في اللي هي 4.5 على 1.6 زائد اس زائد 1 بتصير 8.2 مضروبه في تي اس اللي هي 8.1 واخر شيء عندي 8.1 باسنجرز مضروبين في 2.4 اللي هي 1.2 للدخول و 1.2 للخروج. ها حد يقدر يحسب لنا هذول لحالهم؟ كلهم لحال؟ خلص كلهم اعطيني كلهم 238 ايش بيطلع له على هذا الرقم؟ كثير عالي كبير. هلا في سببين طبعا السبب الاوبفيس اللي واضح انه انا عندي ارتفاع عالي، بس السبب الثاني انه انا اجبرت نفسي اخلي السرعه منخفضه وهي السرعه غير منطقيه. اوكي بس انا السبب انه ما عنديش لحد الان معادله، بدنا نشتق معادله بس انا ما عنديش هلا معادله مشتقه وما عنديش سوفت وير يطلع هذا من هون. بدي افرجيكم انا بس الفكره تبعتها. هلا قديش ال هون النقطه المهمه، قديش ال 30 بصير عندي 238.75
راوندينج اب على 30 بعطيني 8. بس انا على فكره حفت الثمانية لو زادت هاي ثانيتين قديش كانت تصير؟ 240 240 وإشي على 30 كان كم بتعطيني؟ لا ما هي راوندينج اب بعطيك 9. 9 كانت مشكلة. في مشكلة تانية هلا بنشوفها. إذا لما يبدأ عدد الطوابق يزيد عن 20 هون صارت عندي مشكلة. أول إشي عدد هدول إذا زاد عن 8 مشكلة. ليش إذا زاد عن 8 مشكلة؟ لأنه إحنا لما نيجي هون راح أحط 4 و4 مظبوط؟ راح أحط هون هاي 1 هاي 2 هاي 3 وهاي 4 وراح أضطر أحط هون إذا اللوبي مفتوح طبعاً هذا إحنا مفترضين اللوبي هذا مفتوح نقدر ندخل من هون والباسنجرز بيقدروا يدخلوا من هون راح أحط الأربعة هذول مقابلهم هي أربعة 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 وطبعاً إحنا بنستعملهم من هون بهذا الشكل فبوابهم من هاي الجهة وبوابهم من هاي الجهة لو واحد قاعد بيستنى هون ويجي المصعد هون إيش بده يبدأ؟ يبدأ يركض بشيك بهذا الاتجاه ويمكن الباب يفتح ويسكر مو ملحج فهدول الليمت الليمت هو أربعة أربعة خمسة خمسة بيصير كثير ممنوع أو الستاندرز بتمنع الكود اوف براكتس بيصير يعني إذا طلعوا 9 أو 10 راح أضطر أحط واحد هون وواحد هون صارت هاي المسافة طويلة جدا فعادة القاعدة بتقول إذا كان أكثر من 8 لازم أعمل إشي طب دكتور أنا لازم أحط كل المطاعم اللي بتطلع معي على نفس الفلور يعني ممكن إذا عم بحكي عن 30 طابق يعني المفروض هذا بالضبط اللي إحنا بدنا نيجي هذا بالضبط بدنا نيجي بس أنا بدي أفرجيك إياها من ناحية علمية إيش الأشياء اللي خلتك تعمل تريجرينج لها نعم دكتور هلا لما يكون في عندنا مثلا زي 8.1 طلع لازم نغير السرعه صح؟ نزيدها ولو نتفه مشان يقل عن 8 هلا هو اذا احنا بدنا ناخذ السرعات الحقيقيه السرعه هاي سيئه كانت ايش اللي طلع 8 معك قصدك؟ لا قصدي اذا طلع من طلعوا هذول 8 ما هو انا بقول لك هو السبب انها طلعت سيئه هاي عشان هيك هذا السبب طلع انه بس 10 ممكن العشر تتجاهلي ممكن العشر تتجاهلي خلينا بس اوقف هاي عشان